طبعا على الانجاز اللي بيتم ده النهارده. احنا عاوزين نعرف الاستفاده الحقيقيه من اللي تم النهارده يا فندم. تمام. اولا الشكر، كل الشكر للبنك المركزي، وكلنا عارفين التحول الرقمي ومدى دور البنك المركزي في هذا الموضوع. فعندما تكلمنا عن رفع كفاءة أداء الخدمات الخاصة بالسجل التجاري، وأظن أنتوا حضرتوا معايا عندما أعلننا عن الربط الكامل ما بين كل فروع السجل التجاري وإنشاء قاعدة البيانات، وده كان يمكن السنة اللي فاتت زي دلوقتي أو قبل كده بشوية. ابتدينا طالما بقى عندنا قاعدة بيانات محترمة موثقة مؤكدة محدثة أول بأول، فكان من المهم أن إتاحة مثل هذه الخدمات إلى الجهات ذات العلاقة أو المستفيدة. فاتكلمنا مع بعض المواني وتم الربط مع مينة دمياط ومينة اسكندرية لما لهم آثار مهمة جدا. ثم انتقلنا للكلام مع اتحاد البنوك، وكان لازم موافقة البنك المركزي. تم مخاطبة البنك المركزي، لم يوافق فقط ولكن رحب بالفكرة ان احنا نتم عملها. فكان يا اما هنربط مع كل بنك، او كان زي ما شفتوا النهاردة شركة اي سكور اللي هي شركة البحث الائتماني والجدارة الائتمانية لكل عميل يتقدم، فطلعت ان الشركة طبعا هي شركة بنوك ومؤسسة من البنك المركزي لصالح كل البنوك، وبالتالي هي كشركة ولها شبكة مربوطة مع كافة البنوك. فقلنا نتيح، يبقى إذن هتبتدي شركة الائتمان هي اللي تبقى النود الرئيسية اللي واصلة معانا، وبالتالي مجرد إتاحة البيانات في هذه الشركة تبقى موجودة لكل البنوك. نمرة واحد، دقة الحصول على البيان وسرعة الحصول عليه. زي ما سمعتوا كلكم من كل المشاركين قالوا الحصول لحظي. ايه الخطورة في السجل التجاري؟ زي ما حضراتكم عارفين هو شهادة ميلاد الشركة، وشهادة الميلاد دي معناها حاجة اتولدت فبتكبر فبتتغير، فأخطر حاجة فيها التغييرات اللي بتحصل في الشركة، سواء من زيادة رأس مال، سواء من تغيير عنوان، سواء من تغيير شركة، سواء لا قدر الله وربنا يدينا جميعا العمر توفى حد، دخول شريك جديد، كل هذه الأمور لما كانت ورقيا. وبأمانة لو نرجع بس سنة ونص، ده كان كل محافظة لها السجل بتاعها. يعني السجل التجاري في الجيزة ليس له أي علاقة بالمسلسل بتاع السجل التجاري في القاهرة، وحدث ولا حرج في أسيوط أو في كفر الشيخ أو في أي حتة. إذن حتى ما كانش فيه ربط ما بين سجل موحد جوه السجل التجاري، فطبعا ده اتخلصنا منه. نمرة اتنين، دقة البيانات وإتاحتها بتعمل حاجتين مهمين جدا، رفع جودة الخدمة اللي هو هيقدمها البنك. نمرة اتنين، توفير التكلفة، لسبب عارفين كمية الورق اللي رايح واللي جاي والمشوار. مجرد يروح في السجل التجاري الرئيسي نفترض في مدينة نصر والبنك في الجيزة، ادي مشوار فيه بتاع 20-30 جنيه على الأقل كذا. نمرة تلاتة وهي الأدق، اللي هي زمن أداء الخدمة، زمن بسيط جدا. فده بالنسبة للبنوك، ولذلك كانوا مرحبين جدا. وبالنسبة لنا كسجل التجاري، عندما يكون عندك حاجة فأنت بتشارك في العائد اللي بتحققه آي سكور في هذه الخدمة، وبالتالي بتضيف خدمات جديدة. الأهم من دول إن قدرتك على تحديث هذه البيانات لأول ما حضرتك تطلعي زي ما احنا دلوقتي على الهواء، صح؟ في أي حاجة ممكن تختفي وإحنا بنتكلم؟ لا، هي نفس العملية، إحنا حطينا السجل التجاري على الهواء. انما بأؤكد ان سرية الحصول على البيانات ودقة البيانات وكذا لها كل الاحترام، عشان بس لما بنتكلم عن تقارير عن حجم اعمال معينة، دي ما بتتكلمش عن شركة معينة، بتتكلم عن قطاع معين، بتتكلم عن اجمالي معين. زي ما انتوا عارفين في التعبئة العامة والاحصاء لما بتتكلم عن التعداد ممكن يطلع احصائيات عن مواضيع معينة، إنه ما يقدرش يتكلم عن حضرتك إلا بسلطة حضرتك. فهنا بس برضو عشان نفرق ما بين الإتاحة واحترام سرية تداول المعلومات والخصوصية في هذا الموضوع، الاثنين متزنين. إنما الإتاحة هنا بترفع من جودة الخدمة، بتقلل الزمن، بتقلل التكلفة، وفي نفس الوقت بتجعل من المجتمع
اقصى القدره زي ما سمعنا كده من رئيس اتحاد الملوك البنوك هشام عز العرب. في النهارده بنتكلم على البيانات الكبيره. كلمه البيانات الكبيره يبقى انا عندي السجل التجاري مع الضرائب مع السجل الصناعي مع المستوردين مع الموردين مع الوكلاء التجاريين، يبقى اذا خريطه التجاره والصناعه والقائمين بها في مصر واضحه. عايز اوقعها على خريطه حقيقيه اقدر اشوف، عايز اشوف ادرس ايه المناطق اللي محتاجه منافذ اكتر. يعني النهارده العالم بيشهد طفره حقيقيه في كيفيه استخدام البيانات وكيفيه ان هذا. كلكم تسمعوا دلوقتي عن الذكاء الاصطناعي، كلمه الذكاء الاصطناعي مش كلام بقى يعني حلم، ده بقى حقيقه. حضراتكم انتم بتشتغلوا على جوجل ولا بتشتغلوا في اي بحث ولا بتشتغلوا على امازون ولا كذا، لما بيلاقي حضرتك بتتكلمي في كتب علميه و و و اول ما يجي كتاب علمي جديد يروح بعتك يقول لك ربما تكوني مهتمه بهذا الكتاب. هو ايه الموضوع؟ ان البيانات دي كلها بقت بتتم عليها اجراءات وتحاليل جامده جدا ويطلع ما نسميه خصائص الزبون ده، طبيعه الزبون ده، نوع كذا، وقيسي ده مع الزبون. ولذلك هذه الشركات بقت تقريبا بتؤثر في العالم تأثير مباشر يوميا. تم بالك بقى بياناتنا، واحنا لما فخامة الرئيس يعني قاد منظومة التحول الرقمي والمجلس الأعلى للمدفوعات وكل ده والتحول لمجتمع لا نقدي، لا نقدي يعني ما نتعاملش بالجنيهات، نتعامل بإلكترونيا لسبب سرعة التبادل. هنا هتوفر فلوس كتيرة. اتخيلي نفترض ان في جيب المصريين وفي بيوتها وفي حتة تانية نفترض مش هبالغ مليار جنيه، هو المليار ده شغال مش شغال؟ ما بالك بقى مش عايز اخدك مليار، لا ده مليار ده كده. انت بتخيل ده لو في الاوعية البنكية هيبقى شغال ولا مش شغال؟ وفي نفس الوقت حضرتك بتاخدي العائد بتاعك وفي نفس الوقت بيشتغل. دي نقطة. الاخطر من كده عندما نتكلم عن الارهاب، عندما نتكلم على التجارة الغير قانونية نتكلم عن ده، هتتكشف. ليه؟ نديد إذا كان العادي كله بيشتغل على الـ 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 الشبكات الدفع الإلكتروني و و و إذا لما نيجي نقول محدش يشتري بيت إلا لما يكون دافع في البنك تمنه، هنا بقى ساعتها صح اللي هيجي بقى يشتري ويجيب شنطتين فلوس. شفتوا شنط الفلوس ولا ما شفتوهاش؟ والله ما شفتوهاش. جايب شنطتين كده معاه وبيدفع. طب جم منين؟ مصدرهم ايه؟ حقيقتهم ايه؟ الكلام ده مش هينفع ان احنا نجري ورا بعض. لا، الكلام ده ناخد باسباب التحول للمنظومه اللا نقديه، وفي نفس الوقت كلام عشان يتنفذ لازم بنيه اساسيه تبقى جامده جدا، وده اللي حصل عندنا. لازم بنيه معلوماتيه تبقى جامده جدا، وده اللي حصل عندنا. لازم نبقى مقتنعين ان مش العمليه ان انا احافظ على البيان ومحدش يعرفه اللي انا، لا، ان انا اتكلم في الاتاح. هنا انفتاح المجتمع مع ضوابط مين ليه حق يشوف ايه ومين ليه حق ياخد ايه، ده مهم جدا. انما مش معنى اني ما احطش ضوابط او عشان ما ادخلش في هذا الموضوع اقول لا لا ما فيش حد، كل واحد يجي لي ويقدم الورقه وبعدين انا اللي اقول له الكلام ده، خلاص يعني عفى عليه الزمن. فالتحول الرقمي وما يتم على ارض مصر النهارده وخاصه في وزاره التموين والتجاره الداخليه، سواء في التموين وضبطه وفي قواعد الاستحقاق وضبطها وفي التظلمات وضبطها، كل ده لو تلاحظوا ده كله الكتروني، ثم بعد كده السجل التجاري ضبطه، وبنتكلم كمان على ميكنه الشركه القابضه بحيث كل فروع الجمله دي تبقى متميكنه. نجد ان احنا لو عايز اعرف عندي زيت قد ايه في قريه من قرى سوهاج هعرف، انما النهارده بطلب رئيس الشركه القابضه، يطلب رئيس الشركه المصريه، مش كده ولا ايه ولا ندى؟ يطلب مدير المديريه اللي هناك، ثم يطلب الراجل. فيعني لو شغالين على قدم وساق هتجيلي تاني يوم الصبح، وربما ما تكونش دقيقه. ليه؟ نديد لا معروف ايه الاوردر الاوامر اللي طلعت ولا ايه الاوامر اللي هتتسحب كمان شويه، فما بقتش لحظية. النهاردة البيان ما بقاش ليه معنى إلا ما يبقى قدامك كل لحظة وتستطيع أن تحللي وتعلمي ما وراء هذا البيان.
وبالتالي النهارده حدث انا من رايي مهم جدا ويعتبر نقله موضوعيه في الوضع الذهني للحكومه، ان الحكومه بتعد البنيه التحتيه المضبوطه وبتعد البنيه المعلوماتيه المضبوطه وبتتيحها لمن يقدم الخدمات بعد ذلك. وزي ما بقول ده منظور جيد جدا، وان شاء الله نشوف عقد عليه على البنوك وعلى المواطن وعلى مستوى الاداء والدقه وقله التدليس والغش وما شابه ذلك. انا بشكركم جدا وكل سنه وانتم طيبين، بمناسبه قرب حلول 23 يوليو عيد ثوره يوليو المجيده. شكرا.